أغريت أو أغريت بالأغريت هي مملكة قديمة في سوريا، كشفت أنقادها في تل أثري يدعى رأس شمرة، وكذلك في رأس ابن هاني تتبع محافظة اللاذقية على مسافة 12 كيلومترا إلى الشمال من مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تم الاستناد على رقيم اكتشف في إبلة، مملكة إبلة، لمعرفة اسم المملكة وهي أغارو التي معناها الحقل باللغة الأكدية، أو أغاريت مدينة أثرية قديمة. وقد بينت الحفريات والأسبار الأثرية أن موقع رأس شمرة يشمل على حوالي 20 سوية أثرية استيطان تعود إلى العام 7500 قبل الميلاد، إلى أنه مع حلول 1000 قبل الميلاد تضخم الاستيطان في الموقع لتتشكل ما عرف باسم أغاريت، هذا الاسم الذي كان معروفا قبل اكتشافها صدفة في العام 1928 من خلال ذكرها في نصوص مملكة ماري، حيث تذكر النصوص زيارة الملك زميري ليم في العام 1765 قبل الميلاد لأغاريت. ومن رقيم آخر عثر عليه أيضا في وثائق ماري، وهو عبارة عن رسالة من ملك أغاريت إلى ملك يمحاض بعاصمتها حلب، يرجوه فيها أن يطلب من ملك ماري مملكة ماري على نهر الفرات في سوريا أن يسمح له بزيارة قصر ماري الذي كان ذائع الصيت في ذلك الوقت، وإن دل هذا على حرص أغاريت على إقامة علاقات طيبة مع ملك ماري، فإنه يدل في نفس الوقت بأنه يحرص على أن تكون هذه العلاقة عن طريق معرفة ملك يمحاض القوي في حلب. وكذلك ورد ذكر أغاريت في النصوص الحثية المكتشفة في الأناضول وسوريا ورسائل تل العمارنة المكتشفة في مصر. وتبين من الحفريات أن أغاريت كانت عاصمة لمملكة بلغت مساحتها 5425 كيلومتر مربع تقريبا في القرنين 15 و12 قبل الميلاد، وهي فترة ازدهار المملكة. يقدر عدد سكان مدينة أغاريت في القرن 13 قبل الميلاد ب 6000 إلى 8000 نسمة، وذلك اعتمادا على بقايا البيوت 10000 المكتشفة فيها. أما سكان باقي المملكة فيقدرون ب 35000 نسمة إلى 50000 نسمة، موزعين على بين 150 إلى 200 قرية ومزرعة تابعة للعاصمة. وتبين النصوص وجود سكان حوريين وحيثيين وقبارصة في العاصمة أغاريت، كذلك بعض الجبيليين والأرواضيين والسوريين والمصريين. كما يشير عالم المصريات النمساوي مانفريد بيتاك إلى أن الهكسوس في حوالي 1600 قبل الميلاد كانوا على علاقة وثيقة مع الأغاريتين، وذلك من خلال ما بينته الحفريات في أوريس عاصمة الهكسوس. وقد أشارت العديد من المصادر القديمة إلى أغاريت وحضارتها ومدى تقدم سكانها وازدهار الصناعة والتجارة مع حضارات البحر الأبيض المتوسط، وكانت لأغاريت أهمية كبيرة تجاريا. أبجدية أغاريت هي أكمل أبجديات العالم القديم وأغناها وأكثرها شمولا، وكانت تحتوي على 30 حرفا. وبسبب التقدم والازدهار الذي عاشته أغاريت فقد كانت لغتهم من أهم اللغات قديما، وبجانب لغتهم الأساسية استخدم سكان أغاريت لغات عديدة ووضعوا لذلك قواميس متعددة اللغات، ولكن اللغة الرئيسية التي اكتشفت في رسائلهم هي لغة سامية خاصة بهم تسمى باللغة الأغاريتية. وبجانب اللغة الأغاريتية كانت هناك في المملكة لغات أخرى مستخدمة مثل اللغة الأكادية التي استخدمها سكان المملكة في تعاملاتهم مع بعض المناطق، كما كانت العادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ذلك الحين. أثار تحليل اللغة الأغاريتية الخلاف بين اللغويين، إذ لا تنتمي إلى أي مجموعة من مجموعات اللغة السامية التي كانت معروفة قبل اكتشاف أغاريت، فقد كانت لغة وأبجدية جديدة، وتلائم في الكثير من مميزاتها اللغات المصنفة ضمن الفرع الشمالي الغربي للغات السامية لغات كنعانية، ولكن بعض مميزاتها تلائم فروعا أخرى من تصنيف هذه اللغات،
وقد اكتشف في أطلال أوغاريت نصوص بلغات أخرى منها لغات غير سامية شاعت في هذه المناطق من سوريا مثل الحورية والحثية وأبجدية أوغاريت أكمل وأقدم الأبجديات. حجر يضم أبجدية أوغاريت معروض في متحف دمشق الوطني. الحضارة. تحتل أوغاريت موقعا متقدما على خارطة الحضارات القديمة في الشرق للأهمية التي تتمتع بها وما تم الكشف عنه من آثار لمدينة جيدة التخطيط والمباني ومدى تقدم العلوم فيها والصناعة والتجارة. وكشفت الحفريات في العاصمة أوغاريت العديد من الطرقات المرصوفة والدور والأبنية الجميلة للسكن والمباني الإدارية والحكومية ومكتبة فخمة في القصر الملكي الذي يعتبر من أفخم القصور في الشرق القديم، وذلك بمساحة قدرت بعشرة آلاف متر طليت بعض أجزائه بالفضة ويدافع عنه برج ضخم ذو جدران كثيفة. كما كشفت أعمال التنقيب للعام 1975 في رأس ابن هاني على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة أوغاريت تم الكشف عن قصرين ملكيين في شمال وجنوب الموقع، وكذلك مجموعة من المدافن والقبور في الجهة الجنوبية وعلى خلفية الأرشيف الكتابي الكبير الذي وجد في القصر الشمالي والذي يؤرخ في عهد الملك أميشتمارو الثاني و235 قبل الميلاد إلى 1260 قبل الميلاد، يرجح كونه مقر الحكم الملكي أو البلاط الملكي الثاني لملك أوغاريت. التجارة والصناعة. كانت أوغاريت أو أوكاريت مركزا تجاريا هاما بين منطقة الأناضول ومن خلفها مناطق اليونان في الشمال والغرب ووسط أوروبا ومناطق سوريا الداخلية وشرق الهلال القصيب في الشرق وكذلك مصر في الجنوب وشواطئ المتوسط. فكانت مدينة تجارية بامتياز ولها سمعتها وقوتها ومكانتها التجارية في العالم القديم. واشتهرت أوغاريت بالصناعة فكانت مركز إنتاج وبيع للأخشاب وصناعة المعادن والأواني المشغولة بحرفية ودقة عاليتين والمنسوجات والأقمشة والأصبغة المستخلصة من صدف الأرجوان. وكذلك من الجانب الزراعي فقد عرف عن مملكة أوغاريت غناها بالمنتجات الزراعية مثل الزيتون وصناعة وعصر زيت الزيتون والقمح والشعير وبعض المنتجات الزراعية التي كانت تصدرها للخارج أو عن طريق ميناء أوغاريت حيث كان مرفأها وهو منطقة الميناء البيضاء حاليا في اللاذقية. كانت مركزا مهما للتجارة يعج بالسفن والبضائع من جميع الأنواع. وقد امتدح الشاعر اليوناني هوميروس في إلياذته الصناعات والأواني التي تصنع في أوغاريت فقال لا توجد آنية أخرى تنافسها في جمالها. المعتقدات في أوغاريت والديانة الأوغاريتية هي امتداد للديانة الكنعانية في سوريا كما تبين الأساطير الميثيولوجية الواردة في النصوص الدينية والملاحم ونصوص الشعائر والعبادات. وكذلك تدل المعابد في المدينة عن المعتقدات والعبادات السائدة آنذاك. وهناك عدة معابد أهمها معبدين على الأكروبول مرتفع المدينة بينهما بيت الكاهن الأكبر معبد الإله إل بيت إل وربما معبد الإله داجون في الجهة الجنوبية الشرقية والذي يرجح تاريخ بنائه في العام 2000 قبل الميلاد ومعبد الإله بعل بيت بعل في الجهة الشمالية الغربية وهو أحدث في حوالي العام 1400 قبل الميلاد. وكان للمعتقدات طقوسها وشعائرها. أدت مجموعة عوامل على رأسها مهاجمة شعوب البحر لمنطقة الساحل السوري الكنعاني إلى توقف الحياة في أوكاريت في العام 1185 قبل الميلاد تقريبا. ظهرت أول مدونة عرفتها البشرية في رأس شمرة قبل 3500 عام. ملوك وحكام أوغاريت. أسماء بعض حكام أوغاريت في الفترة التي سبقت دمارها بالأعوام التقريبية: يقار بن نقمآد مؤسس أسرة أغاريت الملكية، أبيران 1400 قبل الميلاد، أبيران الثاني 1220 إلى 1235 قبل الميلاد، نقمآد الثالث من 1215 إلى 1220
قبل الميلاد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى باللغة العربية.